باش في البدايه مبروك عليكم افتتاح محل جديد هنا في ابو ظبي. الله يبارك فيك، شكرا شكرا على الوجود ديالكم، وحنايا فريمون مفتخرين بالحضور ديالنا وديال ماركه مغربيه زي ديامونتين هنايا، وهو اول افتتاح لماركه مغربيه في الخليج والخصوصيا في شرق في الامارات وابو ظبي هنايا بالمول بوابه الشرق. اذا كنعرفوا بان يعني الاسم ما شاء الله كبير عندنا في المغرب، ولكن هذاك كما قلتي اول فرع غادي يكون هنا في الخليج، بغيناك تعرفنا اكثر على الماركه ديالكم. الوغ الماركه ديالنا ديامونتين هي ماركه عندها تقريبا 12 عام، عندها اكثر من 100 فرع، 80 في المغرب و20 في الجزائر، ودابا الاول هنايا هي كتوزع الملابس اللي كتمثلنا، ملابس مغربيه تقليديه وعصريه كذلك، وكنبيعوا عاوتاني اكسسوارات كشال وفولار لا في وعليها جينا هنايا حيت المنتوج ديالنا مطلوب، وجينا باش نشهروا البلاد ديالنا حيت حنا معتزين بلادها ووطنيين، وكنبيعوا ماشي ديامونتين ولكن طريف من المغرب، كنبيعوا الاثار ديال المغرب اللي هو القفطان المغربي ولا اللباس المغربي ولا جبادور ولا جلابه. اذا كيف ما ذكرتي بان يعني من 1918 واكثر من 100 محل، هذا يعني فخر لكل المغاربه. الله يبارك فيك، حنا كنا فرحانين وفخورين بالنسبه للحضور ديالنا هنايا، وهو رمز التطور للمغرب بالنسبه لللباس المغربي بالنسبه للامور عامه. هو من 1918 ماشي الماركه ديامونتين ولكن الجروب اللي كيمثل ديامونتين اللي حل في هذاك الوقت من جدي الله يرحمه. حنا في الصناعه عائله كبيره ديال تقريبا 4000 ديال الناس، حيت كاع المنتوجات اللي موجوده في ديامونتين مصنوعه في المصانع ديالنا في المغرب، مغاربه بيديهم من الخيط من الثوب من الطبيع من السفيفه اللي كتركب، كل شيء جاي من المغرب. اذا ماشي غير ملابس ولكن كنبيعوا كاع الامور اللي كتمثل المغرب. هادشي كيزيدنا فخر كمغاربه. حتى حنا كذلك، وهذا هو الفضل هو هذا، وكيرجع للمغاربه حيت حنا مواطنين. الحاجه الوحيده اللي ممكن لي نقول هي كنبغيو بلادنا وكنبغيو نشهروا بها على برا، هو اول سي لا لو بروميير اوبجيكتيف ديالنا، نشهروا بالهدف الاول ديالنا نشهروا ببلادنا ونوريوها امورات اخرى بالنسبه لا للخليج ولا بالنسبه لاوروبا ولا بالنسبه لامريكا ان شاء الله، حيت ديامونتين ان شاء الله عولات تفتح اكثر من 500 فرع من هنايا 3 سنين في الخليج وفي اسيا وكذلك في اوروبا وامريكا الشماليه. هذاك يعني ان كاين اقبال كبير على الصناعات التقليديه المغربيه وعلى المنتوجات المغربيه. ماشي غير كبير، ما يمكن لك تصور شحال اي واحد خديتي في العالم المغرب معروف ثلاثة ولا أربعة ديال الأمور، معروف بالماكلة ديالو ومعروف باللباس ديالو ومعروف بالأسطورة ديالو، معروف بزاف ديال الأمور. إذن أي حاجة كتقيس بعيد ولا قريب للمغرب كيموت عليها الخارجي، كل سوا خليجي ولا أوروبي كيموتوا عليها. إذن خصنا حنا نكونوا حاضرين وواقفين كرجال وعيالات لنوضوا ندافعوا على البلاد ديالنا على برا، باش نرويو واحد الصوره اخرى نزيدو نزينوها، واخا زوينه كنزيدو عاوتاني نزينو بالحضور ديالنا اون فرون اون بروبر ماشي اون فرانشيز، حنا كنطورو براسنا بالنسبه للخارج.
وام مرحبا بك اليوم، ما شاء الله دائما تلقى بالزي المغربي. انا دائما متواجده في اي حفل مغربي واي شيء يعني كيمس تقاليدنا المغربيه ولبسنا وقفطاننا المغربي، اكيد لازم نكون متواجده، وانتم متواجدين بزاف تي في دائما متواجده في كل حفله مغربيه وكل ايفنت. اكيد احنا مغاربه دائما خصنا نتلاقاو. اكيد الله الوطن الملك. اليوم منين لابسه؟ من عندهم؟ لا اليوم لابسه قفطان جميل لونه زهري من ديامونتين، وثانكيو على هذه القطعه، واتمنى ان تعجب المشاهدين. ذاتس ات. ان شاء الله. كيف ما شفنا ما شاء الله اليوم كاين حضور قوي وبزاف الناس اللي جايين كيتصوروا معاك، ويعني ما شاء الله وعام ولات المغربيه المعروفه في دول الخليج. والله ما اعرف شنو نقول لك، بس الجمهور هو اللي يحكم، ماشي انا اللي نقول اذا انا مشهوره او معروفه، خلي الجمهور هو اللي يقول. ما كانوش كيعرفوا بانك مغربيه دابا؟ دابا ولاو كيعرفوا انني مغربية. يمكن هذيك السنة اللي نزلت فيها المغرب وانا هذا كان الجهاد من عندي اني نزل 6 مرات او يمكن 7 مرات نزلت هذا العام. بعد الملحمة والاوبريت الغنائي اللي كان اول اوبريت في عهد سيدنا صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه، وطبعا من بعدها كان لي حضور في مهرجان سينمائي في سلا والرباط ومراكش وطبعا غير عن رشيد شو قفص الاتهام وا 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 وا. فيمكن هذا اللي خلى الناس تعرف ان وئام متواجده على الساحه الفنيه الغنائيه والتلفزيونيه والسينمائيه كمغربيه. يمكن هم كانت عندهم فكره ان وئام خليجيه او وئام هنديه، والبعض قال ما اعرف ايرانيه. بس يمكن ممكن تتساءل او يمكن الجمهور يتساءل يقول علاش وئام ما تواجدات شحال هذه في المغرب، علاش دابا، علاش دابا تصور؟ كنسول وكنجاوب نفس الوقت. علاش دابا؟ لان يمكن تدريسي يكون عندي رصيد فني على الاقل باش يوم ننزل نقول بانني انا درت مسلسل، درت فيلم، درت البوم غنائي، ويعني كنحاول نجتهد. غنيتي بالمغربي وغنيتي بلهجات اخرى وبلغات اخرى، ايضا مثلتي بلهجات وبلغات اخرى، ولكن مازال ما مثلتيش بالمغربي، فوقاش تمثلي بالمغربي؟ ان شاء الله الجديد قادم، ولكن خليها مفاجاه، والا قلت غنحرق المفاجاه كلها صح. وانا من طبعي كنبغي حتى نبدا التصوير عاد كنقول يعني شو العمل الفني هذا، ولكن في عمل سينمائي ان شاء الله مغربي مع مخرج جدا معروف على الساحه السينمائيه المغربيه، وكذلك مسلسل تلفزيوني لصالح اقوى المحطات التلفزيونيه المغربيه، وراح ينعرض ان شاء الله على رمضان. هذا حصري بالنسبه لبزاف. والله المفروض. ولكن بحال اللي قلت لك ما بغيتش نعلن عن من هو المخرج او حتى الكاست وحتى المخرجين، لا بالنسبه للمسلسل ولا حتى الفيلم. ما لحد الان قالوا وئام يا ريت ما تقوليش في الاعلام، ما تنشري حتى حاجه لين ما نبداو، لما الله يحط البركه ديالو في الاول يوم تصوير ان شاء الله. اخر شيء كان عندك غنائي هو اغنيه مغربيه ياك، تكلمينا عليها. حبك حمقني هي من كلمات والحان الفنان المغربي بدر الدين معروفي، اغنيه زوينه كلماتها خفاف قريبه للشارع المغربي والجمهور المغربي، ولكن هذاك الشيء اللي كنت انا حاطاه في بالي. ما يمكن شوف انا صريحه، يمكن الاغنيه زوينه بس مرت مرور الكرام، ما حققتش ذاك النجاح اللي انا كنت متوقعه او دايره في بالي. يمكن حس ما صورتهاش كليب؟ لا والله صورتها كليب، بس حتى التصوير ما عجبنيش للاسف، ولكن ان شاء الله كاين الجديد وكاين اغنيه اخرى ان شاء الله مع ملحن اخر، واتمنى ان شاء الله ان تنال هذه المره اعجاب المستمعين والمشاهدين مع الدقه المراكشيه. اسمع صراحه انا توحشتك لان 3 سنين ما شفتك، وحتى الجمهور ديالك راه هذاك
حتى الجمهور وهذاك محشك مرحبا بك. انا فرحان لان عاوتاني شفتك اليوم. تاكد حتى انا دائما مصدر السعاده ديالي نشوفك، وهذه المره سعيده بمكان الاقامه ديالنا بجوج. كنتمنى لك التوفيق ولكل الاعلاميين والصحفيين المغاربه. ربي يخليك. هذا اليوم كان توجه في الافتتاح نتاع ديامونتين محل مغربي، فاش كتشوف فيها المغاربه كيتالقوا الزي المغربي يعني كينتشر، كيفاش كتحسي؟ هذا كان من الحاجات اللي كنت كنتمنى تكون، خصوصا الليفل ديال ديامونتين، انه للناس كلها. في اكيد الكام يعني كنتكلم ماديا، انه في المتناول ديال الناس كلها، باش اي واحد بغى يتالق زي مغربي يكون سهل بالنسبه لي. كنتمنى لهم التوفيق وفرحانه بهذا ان شاء الله. كنتسناهم يجوني لدبي باش ما نعاودش ما نجيش زعما الا بغيتهم في دبي ولا بغيتهم في ابو ظبي. الله يوفق ان شاء الله غيكونوا قريب في دبي ان شاء الله. راه سولت قالوا لي اي ثينك الوصل رود. الله يوفقهم ان شاء الله. اذا كنعرفوك بانك حتى انت ما شاء الله عليك دائما كتشرفينا بالزي المغربي، ديما كنشوفك في سهرات في برامج في مهرجانات لابسه الزي المغربي. بالنسبه لك شنو كيعني لك الزي المغربي التقليدي او القفطان المغربي؟ كما كيقولوا الفرنسيين كتحس براسك دون طابو. انا فعلا ملي كنكون لابسه الزي المغربي كنحس براسي يعني اوموجين، ما كاينش شي حاجه، كنحس براسي ليدونتيتي ديالي وكنحس بسعاده. كيعجبني البس هذا، ما كيعنيش انا ما كنبغيش الستايلز الاخرين في اللبس، مي الاقرب لقلبي هو اللبس المغربي. اذا بغينا نستغلوا الفرصه بما ان تلاقيناك بغينا نعرفوا الجديد ديالك شنو هو. جديدي البوم مغربي 100%، باقي فيه تركيب اغنيتين صوت وميكساج، مرحله ميكساج، وان شاء الله سونا غادي نوجد الصور الكفر. ودرت فيه واحد العصاره ديال الاحلام انه يكون البوم كامل 100% مغربي، فان شاء الله يوصل داك الشيء اللي فكرت فيه يوصل للناس، يوصل قلوبهم يعني. الفكره جات من بعد نجاح هكاوا؟ اكيد الكومول ديال النجاحات دائما كتخليك تطمح، والطمع الاكمى هو اكبر، فاكيد زعما اوليو باش تبقى اغنيه باغنيه وسينجلز، جا الوقت باش انه يكون البوم كامل. اتس تايم. صح. اللي فرحنا اكثر انك صورتي حتى في المغرب فيديو كليب، فواش كاين شي فيديو كليبات جديده في المغرب؟ ان شاء الله. هي كانت تجربه تمنيتها وكانت شويه صعيبه باش تجمع بزاف ديال الجنسيات كان في هذا الكليب، ولكن كانت ممتعه ان شاء الله. اكيد نحاول نكررها، خصوصا ان الالبوم مغربي، مع انه كنبغي ندير داك الكونتراست ان الالبوم مغربي التصوير يكون في دول اخرى، على حسب الستوري بورد والمخرج شنو غيقترح. كنتمنى اكيد في المغرب تشتالي تشي تاكل كسكسو عند الوالده وتعرف. اذا نخليو لك كلمه للجمهور اللي كيشوفك من على بزاف تيفي. انتظروا جديد ديالي البومي المغربي والخليجي حتى هو في طور التحضير، وكنتمنى التوفيق والموفقيه لديامونتين، وسعيده ان نشوف زينه والثقافه المغربيه كتنتشر في العالم العربي والعالم كله. التوفيق ان شاء الله. اذا لمياء دائما متالقه ودائما الزي المغربي كنشوفك لابسه، ولكن بطريقه اخرى دائما كتلبسي ذاك الزي اللي هو معصرا. حيت الزي المغربي هو سفير المغاربه في العالم، فضروري خصني نلبس الزي باش نمثل بلادي. اذا نتكلموا اليوم على الافتتاح نتاع ديامونتين. انا كيف ما كتعرف فنانه تشكيليه ومستشاره فنيه وملقبه بسفيره الفنانين المغاربه، ولكن انا من زمان كنخدم في الايفنت، مشيت 9 سنين في المغرب، ودابا هذه اول تجربه ليا في الامارات. براند اللي عندهم 100 محل بالمغرب العربي، ودابا اول مره غيفتتحوا في الامارات، والحمد لله كان افتتاح موفق، وان شاء الله عندنا افتتاح الشهر الجاي ان شاء الله في دبي. في دبي ان شاء الله. بزاف تيفي كاينه ولا لا؟ بزاف تيفي ديما معنا، حيت اول قناه مغاربيه وحنا هادي اول براند مغاربيه، فضروري خصها تكون معنا في اي حاجه في المشوار كامل ان شاء الله. هذا شيء كيشرفنا. اذا فاش كتشوفي الاقبال على الزي المغربي والثقافه المغربيه واي حاجه مغربيه كنشوفها في دول الخليج كنلقاو عليها الاقبال، كنحسوا بواحد الفخر، باش كتحسي؟ كاين فخر كبير، حيت ولاو بعدا البراد المغربي فين ما مشيتي القهوي كلهم لي غيستغون حاطينه هنا، غير الزي المغربي اللي ولاو العيالات ديالهم كلشي كيبغي يلبسو في الدار خارجين، ولا كيتلبس كاع المناسبات، وخاصه الاودغام اللي ولات دابا ديال الزي المغربي، فريمون كنتشرفوا به بزاف. هادشي كيشرفنا كما قلتي. اذا كيف ما قلتي غادي يكون ان شاء الله افتتاح جديد في دبي، هذا تبع ديامونتين، ولكن بالنسبه لك انت كفن تشكيلي شنو الجديد ديالك؟ ان شاء الله في شهر 5 كنحضروا لواحد المعرض كبير مع فنانين من العراق ومن الكويت، برعايه الاستاذه نادر هاشمي اللي هي منظمه المعارض. ان شاء الله غتكون تجربه كبيره بزاف، وغيكونوا فيها حتى فنانين مغاربه، حيت درنا تظاهرات الفن التشكيلي المغربي، ودابا غادي نعاودوا نفس التجربه مع اجانب، مع ناس من المغرب العربي.
الله كنتمنوا لكم التوفيق. ربي يخليكم. كنتمنوا ان بزاف تيبي تبقى ديما مواصله في اي حاجه حنا مغاربه وكنتشرفوا بها كاول قناه مغربيه. شكرا.